قبل ما احكي لك اللي حصل لطياره الرئيس الايراني وازاي هو نفسه اتقتل مع وزير خارجيته، خلينا الاول نوجه خالص العزاء للشعب الايراني بالكامل. ودلوقتي بقى تعالى نتفق ان المرشد الاعلى لايران ايه الله خامنئي كان بيجهز الرئيس الايراني اللي اتقتل ده ابراهيم رئيسي علشان يتولى مهام المرشد الاعلى بعد ما خامنئي يموت. الرئيس الايراني اللي اتقتل هو اللي كان بيتم تجهيزه علشان يكون المرشد الاعلى لايران، لكن في نفس الوقت ابن خامنئي نفسه واللي اسمه مجتبي خامنئي هو كمان عايز يورث المنصب من ابوه، عايز يبقى المرشد الاعلى بعد وفاة ابوه. طيب مجتبي خامنئي ده خطر يعني يقدر يورث الحكم بالعافية؟ اقول لك ان مجتبي خامنئي ده هو اللي بيسيطر على ميليشيات ثأر الله وانصار الله والبسيج، ودي كلها ميليشيات تابعة للحرس الثوري الايراني، وبالتالي فهو احد اهم المسيطرين على الحرس الثوري الايراني، او على اقل تقدير الحرس الثوري الايراني راضي عنه. ولو بيختار مرشد اعلى لايران بعد خامنئي مش هيلاقي احسن منه علشان يورثوا الحكم بعد ابوه. لكن المشكلة فين هنا؟ المشكلة ان خامنئي نفسه مش عايز يورث الحكم لابنه. خامنئي كان عايز يسلم منصب المرشد الاعلى للرئيس الايراني اللي طيارته وقعت. تمام كده؟ معلومة واضحة؟ طيب المعلومة التانية ان الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اللي طيارته وقعت ده كان مدرج على القائمة السوداء في امريكا بتهمة ارتكاب جرائم ضد حقوق الانسان. بالبلد كده الراجل ده امريكا بتعتبره مجرم. اما المعلومة التالتة والاخيرة فهي الصورة دي. دي طيارة الرئيس الايراني بعد ما وقعت. شايف حطام الطيارة فين؟ متوزع على الخط القصير اللي حضرتك شايفه ده. حضرتك شايف اي حطام على مناطق تانية من الجبل؟ الجبل نظيف مش كده؟ اركن بقى المعلومتين والصوره دول على جنب علشان هنرجع لهم كمان شويه، وتعالى دلوقتي نحكي اللي حصل للرئيس الايراني واللي بيحصل في ايران كلها واحده واحده. بمجرد ما الرئيس الايراني وقع بطيارته، ايران نشرت ثلاث اخبار كلهم عكس بعض. الخبر الاول بيقول ان طياره ما وقعتش، دي نفذت هبوط اضطراري بسبب سوء الاحوال الجويه، علما بان طياره الرئيس اللي وقعت دي او اللي نفذت هبوط اضطراري دي كان معاها طيارتين تانيين ضمن موكب الرئيس. الطيارتين دول ما حصل لهمش اي حاجه ووصلوا منطقه اسمها تبريز بدون اي مشاكل. طيب حلو، اللي انا افهمه من الخبر ده وانا راجل مدني مش عسكري ولا حاجه ان طياره الرئيس الايراني وهي لسه في الجو قبل ما تنفذ الهبوط الاضطراري كانت تقدر تبعت احداثياتها لبرج المراقبه او غرفه العمليات او مركز القياده. انا حصلت لي مشكله وهنفذ هبوط اضطراري في الحته الفلانيه، ابعتوا لي فرق انقاذ. او لو افترضنا ان اجهزه الاتصال في طياره الرئيس عطلت بشكل كامل، ولو ان ده صعب شويه، فالطيارتين اللي كانوا معاها واللي ما حصل لهمش اي حاجه وواصلوا لقواعدهم سالمين كانوا يقدروا يبعتوا احداثيات مكان الطياره لمركز القياده. مساء الخير يا فندم، طياره الرئيس نفذت هبوط اضطراري في المكان الفلاني، من فضلكم ابعت لهم فرق انقاذ. الموضوع سهل مش كده؟ قالك للاسف، وخد الخبر التاني بقى، احنا مش لاقيين الطياره ولا حتى عارفين نحدد مكانها. يعني ايه حضرتك مش عارف تحدد مكانها؟ الثلاث طيارات مفيش ولا واحده فيهم قدرت تبعت احداثيات المكان اللي وقعت فيه. قالك للاسف هو ده اللي حصل. وهنا بقى يجي الخبر التالت اللي محدش لاقي له تفسير لحد دلوقتي. قالك ان واحد من مساعدين الرئيس الايراني واللي كان معاه على الطياره قدر يتصل بمركز القياده الايرانيه لكن الخط اتقطع، وبعدها الطياره نفسها قدرت تتصل بمركز القياده لكن بعدها برضو الخط اتقطع. وهنا السؤال، مساعد الرئيس اللي اتصل من موبايله ما قدرتوش تحددوا مصدر الاتصال ومكانه؟ طيب بلاش، الطياره بما انها قدرت تتصل بيكوا فده معناه ان اجهزه الاتصال في الطياره شغاله، فليه ما بعتتش احداثيات المكان اللي وقعت فيه؟ ليه ما قدرتوش توصلوا لها بمجرد وقوعها؟ طيب هل فرق الانقاذ لقت الطياره ولا لسه بتدور عليها؟ ايران في البدايه بعتت 20 فرقه انقاذ يدوروا على الطياره، لان خد بالك الطياره وقعت جوه الحدود الايرانيه، وقعت بالقرب من محافظه اذربيجان الشرقيه. الرئيس الايراني كان هناك علشان يفتتح سد مائي بالتعاون مع رئيس دوله اذربيجان، وخلصوا الافتتاح وركب الطياره علشان يرجع، لكن الطياره وقعت بيهم. المهم تقريبا كده ال 20 فرقه انقاذ ما عملوش حاجه او ما قدروش يعملوا حاجه بسبب الضباب والظروف الجويه وصعوبه تضاريس الجبال هناك. فايران بعتت كمان 20 فرقه انقاذ، يعني كان في 40 فرقه انقاذ بيدوروا على الطياره. ايوه يعني لقوها في الاخر؟ قالك ايوه احنا اخيرا لقينا الطياره، لكن لقيناها متكسره 100 حته. طيب متكسره دي معناها ايه؟ معناها ان الطياره وقعت واتحطمت، ما نفذتش هبوط اضطراري زي ما ايران اعلنت. وهنا خلينا نفكر في الافتراضين واحده واحده. لو الطياره وقعت واتحطمت يبقى اكيد الناس اللي جواها ماتوا. فين الجثث؟ مفيش جثث. في البدايه قالك مش لاقيين الرئيس والوفد المرافق اللي معاه. فين الرئيس والوفد المرافق اللي كان معاه؟ بالمناسبه كان معاه وزير خارجيه ايران حسين عبد اللهيان اللي كان ليل نهار بيشتم في اسرائيل، ومعاهم مالك رحمتي حاكم مقاطعه اذربيجان الشرقيه، ومحمد علي الهاشم امام في محافظه تبريز. فين لحد ما التلفزيون الايراني قطع الارسال وبدا في اذاعه القران الكريم، وبعدها بشويه اعلن وفاة الرئيس الايراني وكل اللي كانوا معاه على الطياره. وده برضو بياكد ان التصريحات اللي نشرتها ايران كانت كلها غلط من الاول. في البدايه قال لك لقينا الطياره لكن مش لاقيين الرئيس، بعدها قال لك لقينا الرئيس والحمد لله كويس وفي طريقه لطهران، الراجل كويس وزي الفل وراجع بيته، وبعدها قال لك دي الطياره ولعت والرئيس وكل اللي معاه ماتوا وشبعوا موت. طيب هم ازاي لقوا الطياره اصلا؟ وهل فعلا سلاح الجو التركي هو اللي لقى الطياره وقدر يوصل لها قبل فرق الانقاذ الايرانيه؟
هقولك، لكن خليني الاول احكي لك اللي بيحصل في الكواليس ما بين الرئيس الايراني اللي مات او اتقتل وبين نجل المرشد الاعلى مجتبى خامنئي اللي عايز يورث منصب المرشد الاعلى بعد ابوه. المرشد الاعلى في ايران ايه الله خامنئي عمره تجاوز ال 83 سنه، ومن فتره نقلوه على المستشفى بعد ما تعب واضطروا يعملوا له عمليه جراحيه في الامعاء. بمجرد ما الراجل تعب ودخل المستشفى بدات كل الدوائر اللي حواليه تسال سؤال واحد ما فيش غيره، الراجل ده لو مات مين اللي هيتولى منصب المرشد الاعلى من بعده؟ مين اللي هيحكم ايران؟ خد بالك ان صحيح ايران ليها رئيس، لكن منصب المرشد الاعلى اهم واخطر من الرئيس نفسه، وده لسبب بسيط وهو ان المرشد الاعلى هو الحاكم الحقيقي والفعلي للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. منصب الرئيس ده بس كده علشان نحافظ على هيكل الدوله وهيكلها المؤسسي باعتبارها جمهوريه يعني، انما مين العقل المدبر والامر الناهي في ايران؟ هو المرشد الاعلى. لذلك بيعتبروا منصب الرئيس هناك مجرد اختبار او امتحان لاي حد عايز يتولى منصب المرشد الاعلى. لو اثبت كفاءه في منصب الرئيس وقدر يدير البلد بدون مشاكل يبقى اكيد هيعدي من باقي اختبارات منصب المرشد الاعلى. حضرتك تقول لي ايه ده، هو منصب المرشد الاعلى ليه اختبارات؟ اقول لك طبعا. بص يا فندم، المادة 107 والمادة 110 من الدستور الإيراني بتجبر المؤسسات الإيرانية إن اختيارها للمرشد يكون مبني على شوية حاجات. رقم واحد مؤهلاته الدينية، لازم يفتي في كل أمور الدين، محدش يعدل عليه، هو اللي يعدل على كل الناس. رقم اتنين سمعته تكون كويسة، بالبلدي كده يكون حسن السير والسلوك. رقم تلاتة يمتلك الرؤية السياسية والخبرة الكافية لإدارة شؤون البلاد. طيب مين بقى اللي هيقيم كل الكلام ده؟ مين اللي هيقول ده ينفع وده ما ينفعش؟ حضرتك تقول لي أكيد المرشد الأعلى هو اللي بيختار خليفته. أقول لك طيب افرض المرشد الأعلى مات قبل ما يختار خليفته، مين اللي هيختار المرشد الأعلى الجديد؟ هنا بقى التفصيلة الأهم والأخطر في نظام الحكم الإيراني. في حاجة في إيران اسمها مركز خبراء القيادة، المركز ده مكون من 3 أعضاء فقط لغير، هم بس اللي معاهم لستة أسماء المرشحين لخلافة المرشد الأعلى وهم اللي يقولوا ده ينفع وده ما ينفعش. حضرتك تقولي طيب كويس، يعني اختيار المرشد الأعلى في إيران بيتم بالشورى، في 3 بيختاروه، مفيش ديكتاتورية يعني. أقول لك أنا هحكي لك وأنت قايم بنفسك. آية الله خامنئي هو تاني واحد يتولى منصب المرشد الأعلى بعد انقلاب الخميني على شاه إيران سنة 79. بعد ما الخميني مات كان في توجه لتوريث المنصب لابنه أحمد الخميني، لكن ده ما كانش ينفع لأنه ضد مبادئ ثورة الخميني نفسها. الخميني انقلب أو ثار على حكم الشاه وتوريث الحكم، فما ينفعش لما هو نفسه يموت يورث الحكم لابنه. فمين كان الأقرب لتولي منصب المرشد من بعد الخميني؟ خامنئي. أقول لك كان في ناس كتير من بينهم آية الله خامنئي، لكن اللي ساعد خامنئي على تولي المنصب هو رئيس السلطة القضائية آية الله علي أكبر هاشمي، وده كان وزير الداخلية وبعدها رئيس مجلس الشورى الإسلامي مرورا برئاسة مجلس خبراء القيادة اللي بيختار المرشد الأعلى وصولا لمنصب رئيس جمهورية إيران. كان هو الرئيس الرابع لجمهورية إيران، ورغم أنه كان الداعم الأهم والأخطر لخامنئي علشان يوصل لمنصب المرشد الأعلى، إلا أن خامنئي نفسه هو اللي تخلص منه بعد كده، ركنه على جنب. طيب ليه عمل كده؟ لأن أكبر هاشمي ده في فترة من الفترات كان بدأ يتحول من الأفكار المتشددة اللي بتسيطر على خامنئي والخميني والثورة الإيرانية بشكل عام لأفكار أكثر رغبة في الإصلاح، أفكار مرنة تهدي الدنيا في إيران وتعامل الناس بشكل هادي بعيدا عن العنف. لكن هنا خامنئي بدأ يحس إنه بيهدد النظام الإيراني كله، فعمل إيه؟ ركنه على جنب. تمام لحد كده؟ بعدها بدأ خامنئي يفكك مجلس خبراء القيادة اللي بيختار المرشد الأعلى، وبدأ يستبدلهم بناس هو اللي يقدر يحركهم ويسيطر على اختياراته. وبعد شوية وقت بدأت رحلة البحث عن خليفة للمرشد الأعلى في إيران. يا ترى هنختار مين؟ في البداية اختاروا واحد اسمه آية الله محمود هاشمي شهرودي، ده كان رئيس السلطة القضائية لكنه مات بعد ترشيحه بفترة. حركته لي ثانية واحدة، هم كلهم اسمهم آية الله، معقول تشابه الأسماء يبقى بينهم كلهم؟ أقول لك ملاحظة ممتازة، آية الله ده مش اسم، ده تقدر توصفه بأنه لقب ديني، وفي تحت منه لقب تاني اسمه حجة الإسلام، يعني لقب حجة الإسلام أضعف من لقب آية الله. آية الله ده اللقب الأقوى والأخطر في إيران كلها، لقب بيتنادى بيه المرشد الأعلى أو المرشحين لتولي منصب المرشد الأعلى. وهنا حكاية ظريفة هحكي لك كمان شوية حصلت للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع اللقب ده. بعد ما الراجل اللي رشحوه لتولي منصب المرشد الأعلى مات، قال لك نجيب اللي هيتولى رئاسة القضاء من بعده، وكان اسمه آية الله صادق لاريجاني. آية الله برضه لو تاخد بالك، لكن مين اللي رفض ترشيحه؟ آية الله خامنئي نفسه. ليه يا فندم؟ اتضح ان في عداء بين لاريجاني ده وبين الدايره المحيطه بخامنئي، واتقال وقتها ان لاريجاني اتورط في قضايا فساد بعد ما سيطر على السلطه القضائيه. لكن صادق لاريجاني ده مش هو المهم، اللي اهم منه هو اخوه علي لاريجاني، لان علي ده اترشح لمنصب الرئاسه، كان عايز يبقى رئيس ايران، الا ان خامنئي اتدخل بنفسه وامر مجلس صيانه الدستور باستبعاده من الانتخابات. ليه يا فندم؟ علشان يفض الطريق قدام ابراهيم رئيسي اللي هو الرئيس اللي طيارته وقعت امبارح. طيب هو خامنئي ساعد
إبراهيم رئيسي في الانتخابات ليه؟ لأن خامنئي نفسه كان عايز يوليه منصب المرشد الأعلى من بعده، بالبلدي كده كان بيجهزه لتولي المنصب بعد ما يموت. وهنا تيجي الحكاية الظريفة اللي قلت لك أحكيها لك كمان شوية. بمجرد ما إبراهيم رئيسي فاز بانتخابات الرئاسة، خامنئي أمر وسائل الإعلام في إيران إنها توصف إبراهيم رئيسي بلقب آية الله كنوع من تأهيل الناس لخلافته في منصب المرشد الأعلى. إلا إن بعد شوية وقت إبراهيم رئيسي نفسه اتفاجئ بوسائل الإعلام الإيرانية حذفت منه لقب آية الله وبدأت تنطق اسمه بلقب حجة الإسلام، وده زي ما قلنا لقب أقل وأضعف من لقب آية الله. طيب ليه يا جماعة عملتوا كده؟ قال لك بسبب فشل إبراهيم رئيسي في إدارة ملفات الدولة كرئيس للجمهورية الإيرانية.